السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحبابنا الكرام. معاكم محمد هنداوي وانت بتتفرج على زيتونة زراعية. معانا النهاردة خطأ جديد ممكن يقع فيه كتير من أحبابنا المزارعين أثناء تسميد سماد اليوريا، وهو إضافة واستخدام سماد اليوريا في الصيف وأثناء ارتفاع درجات الحرارة. وفي البداية كده عاوزين نقول مهم جدا نتعرف على النبات اللي احنا بنتعامل معاه. مهم جدا تعرف ان النبات بيمتص عنصر النيتروجين في صورتين فقط لا ثالث لهما، بيمتص النيتروجين في صورة النترات اللي هي الـ NO3 والأمونيوم اللي هي الـ NH4. أما سماد اليوريا فهو في صورة أمونيا، لا هو في صورة نترات ولا في صورة أمونيوم. وعشان يستفيد منه النبات بيتم تحويل اليوريا إلى أمونيوم عن طريق إنزيم اليورينيز الموجود داخل التربة. ومهم جدا إنك تعرف إن عملية التحول دي بتاخد من 3 لـ 4 أيام، وممكن تزيد لأكتر من كده في التربة الفقيرة بالمادة العضوية. وهنا أحبابنا الكرام بتحصل المشكلة، والمشكلة أحبابنا الكرام بتيجي من إن اليوريا في صورة غاز الأمونيا زي ما قلنا، واليوريا بتتكسر وبتفقد بالتطاير عند ارتفاع درجات الحرارة، بينما تبقى فترة أطول أثناء انخفاض درجات الحرارة. ومن هنا نقدر نقول إن رطوبة التربة وانخفاض درجات الحرارة بتؤدي إلى الاحتفاظ بغاز الأمونيا أطول فترة ممكنة، وده بيكون على عكس التربة الجافة وعلى عكس الجو الحار. ونقدر نقول إن كلما انخفضت درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية ده بيؤدي إلى وجود اليوريا أطول فترة ممكنة، وكلما زادت درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية ده بيؤدي إلى سرعة تطاير غاز الأمونيا. وكمان عشان يقدر النبات يستفيد من سماد اليوريا بيحصل له عملية تمثيل داخل الجذور عند امتصاصه، وعملية التمثيل دي أحبابنا الكرام بتحتاج كمية من الأكسجين. إذن أثناء ارتفاع درجات الحرارة بيزداد التنفس عند النبات وبيستهلك كمية أكسجين كبيرة، وبالتالي بتقل كمية الأكسجين الواردة إلى الجذور، وبالتالي أحبابنا الكرام بتقل عملية تمثيل اليوريا داخل جذور النبات، وبالتالي بتقل الاستفادة من سماد اليوريا الممتص داخل النبات. وكمان أحبابنا الكرام الزيادة دي أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ممكن تتراكم في الجذور وبتعمل له سمية داخل النبات. وبكده أحبابنا الكرام نقدر نستنتج إن احنا نتجنب استخدام سماد اليوريا في فصل الصيف وفي أثناء ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية، ونقدر نستخدم سماد النترات بسهولة جدا في الأراضي الرملية والأراضي الجافة وأثناء ارتفاع درجات الحرارة بدون أي مشاكل. ولو أنت استفدت ولو 1% ياريت تدعمنا بلايك، وتأكد ان انت عمل اشتراك ومفعل زر الجرس. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.